السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم أقوم إن شاء الله تعالى بالتغطية خاصة من مدينة جدة إلى المدينة المنورة للشركة في باصات الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو، الذي تساعد الطلبة طلاب الجامعات اللي عنده بطاقة الطالب الناس الثانيين يدفعون 80 ريال، أما طلاب الجامعات يدفعون 40 ريال فقط. هذا الترخيص لطلاب الجامعات، مو من جدة إلى المدينة بس، من أي مدن في داخل المملكة العربية السعودية في ترخيص نسبة 50%، يدفع طالب 50%، الناس الثانيين لكن يدفعون 80 ريال وهو يدفع 40 ريال. مرحبا بكم. المانجو أصل إيش هو؟ برتقال. وماء عادي. الآن انطلقنا من المحطة والساعة ساعة 3:08.
أسقيناهم